اقترحت إسرائيل خلال حملتها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين توطين أهالي غزة في شبه جزيرة سيناء المصرية إلى حين القضاء على حركة حماس، وهو أمر قوبل بالرفض التام من مختلف الدول العربية لا سيما من قبل مصر التي اعتبرت هذا الأمر تهديداً لأمنها القومي وخطوة خطيرة نحو تصفية القضية الفلسطينية. فما الذي نعرفه عن شبه جزيرة سيناء؟ تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء نحو 61 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 6% من مساحة مصر، وهي جزء من قارة آسيا وتحدها إسرائيل وغزة من الشرق وقناة السويس من الغرب. تنقسم إدارياً إلى محافظتين رئيسيتين، وهما شمال سيناء وعاصمتها العريش وجنوب سيناء وعاصمتها الطور، ويبلغ عدد سكان المحافظتين نحو 700 ألف نسمة. شهدت سيناء العديد من الحروب كان آخرها بين مصر وإسرائيل، وقد سيطرت عليها إسرائيل مرتين، الأولى عام 1956 والثانية عام 1967، واستمرت حتى إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في أواخر سبعينيات القرن الماضي وما تبعها من انسحاب للقوات الإسرائيلية. ولحدودها المشتركة مع غزة تنامت ظاهرة الأنفاق بين شبه جزيرة سيناء والقطاع، حيث تستخدمها حماس لتهريب كل ما يلزم إلى داخل القطاع، وقد عمد الجيش المصري مراراً تدمير تلك الأنفاق بوسائل متعددة من بينها ضخ ماء البحر فيها. كما ينشط في صحراء سيناء العديد من التنظيمات المتشددة، من بينها فصائل ترتبط بداعش والقاعدة وتنظيم أنصار بيت المقدس، حيث سبق وأن شنت عشرات الهجمات على الجيش المصري والقبائل التي تقطن سيناء في محاولة من هذه الجماعات تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية مستقلة. فكرة توطين نحو 2 مليون نسمة من سكان غزة في شبه جزيرة سيناء تبقى رهن العملية البرية التي تهدد بها إسرائيل لاجتياح القطاع والسيطرة عليه بالكامل، حيث سيدفع الهجوم البري حتماً سكان القطاع للتوجه إلى الحدود مع مصر. ليبقى السؤال هنا، كيف ستتصرف القاهرة لمواجهة وضع من هذا القبيل؟